التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك بقصر القضبية صباح اليوم، حيث وجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه لكافة الخطط والبرامج التي تدعم الاستدامة المالية للحكومة والقطاع الاقتصادي في المملكة ومواصلة تنميته، مؤكدا سموه أن قيادة سمو رئيس الوزراء للحكومة أسهمت في تهيئة الأرضية التي استند عليها برنامج التوازن المالي، وساهمت توجيهات سموه الحكيمة في تقليص المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية العامة. وخلال اللقاء استعرض سموهما جملة من البرامج الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية ومواصلة النمو الاقتصادي الإيجابي في ضوء الدعم المشكور الذي قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بما يعكس عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تربط مملكة البحرين بأشقائها والتي تستند على المصير المشترك والعمل على تحقيق ما فيه مصلحة الجميع. وفي هذا الصدد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أننا أصرينا على النجاح في مواجهة التحديات وعقدنا العزم على ذلك ونجحنا بعون الله بفضل رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والجهود المثمرة والموفقة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. إلى ذلك فقد أكد سموهما أن برنامج التوازن المالي هو عمل وطني كبير وسيكون له أطيب الأثر على المسيرة الاقتصادية والتنموية في المملكة بما يصب في مصلحة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، وهو برنامج يعكس حجم الإصرار البحريني على المستوى الحكومي والشعبي في تخطي العقبات التي أفرزتها التحديات المالية والمضي قدما بروح ملؤها العزيمة والإصرار نحو مستقبل أكثر إشراقا. وأكد سموهما أن برنامج التوازن المالي يتطلب تكاتف الجميع لإنجاحه، وهو ضرورة من ضرورات المرحلة وتحدياتها، والكل في هذه المرحلة عليه واجب ومسؤولية يجب الاطلاع بها لنكون كما تعودنا دوما في تجاوز العقبات وتحويل التحديات إلى عناصر محفزة للإنجاز والتميز.